هذا سائل للبرنامج يقول: ما هي المواضع التي ترفع فيها اليدان عند التكبير؟ يعني في الصلاة؟ نعم، هي أربعة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول، يعني إذا قام من التشهد الأول. نعم. وليس كما ظنه بعض الناس أنه يرفع يديه وهو جالس ثم يقوم، فإن هذا خطأ ولم تدل عليه السنة، بل السنة إذا قام رفع يديه، إذا قام من التشهد الأول رفع يديه. هذه أربعة مواضع، وما سواها فإنه لا يشرع فيه رفع اليدين.